هديكوا اكزامبل تاني من شغلنا. انا راجل في شركه عندي براند هاي براند الترا ساوند، تمام؟ ده كده نموذج مبسط لصوت اناليسز لشركه بتبيع هاي براند الترا ساوند، تمام؟ السرينسز انه براند كبير، ما احنا قلنا انه هاي براند، براند يعني مشهور جدا. سابقه الاعمال بتطمن العميل، فلو عندي سابقه اعمال كويسه دي من السترينسز. وكمان بقى الناس بتوع الاداره اما يبقى في سابقه اعمال دي من السترينسز، لانه هيبيع عقود صيانه عليها ويعمل ايه قرشين حلوين، تمام؟ فدي دايما فاينانشال فاسيلتيز. لو انا شركه عندي فاينانشال فاسيلتيز دي سترينس. لو انا ما عنديش زي ما مهندس محمد كده راجل شاطر راح ايه قابل اتنين تلاتة من اللي بيعملوا تسهيلات ائتمانية بتوع تمويل ويكلمهم وبتاع ومش عارف ايه، ما انا مش عندي دي. رحت كانت في الويكنسز، خلي بالكم الحتة دي، تسهيلات الائتمانية انا شركة امكانياتي على قدي، ففي الويكنسز عندي في الناحية الشمال، تمام؟ اروح اتفق مع حد يقدمها لي قلبتها سترينسز، تمام؟ سيرفيس تيم، اما بروح اشتري عربية راح اشتري جهاز طبي بسأل على الصيانة بتاعتهم عاملة ازاي، تمام؟ في شركات في البلد معروفة بصيانتها، يعني يقول لك الشركة دي ده أحسن ريسبونس في الصيانة، الشركة دي والعياذ بالله الجهاز حلو بس ساعة ما يقع يسلخوك قطع غيار بقى ومش عارف ايه والأنبوبة بالشيء الفلاني. السيرفيس دي من السترينسز وممكن تبقى من الويكنسز، لو القطع الغيار غالية، لو التيم وحش، لو المهندسين في فترات في بعض الشركات في المنافسة بتروح تخطف مهندسين الصيانة بتوع الشركة التانية علشان تضعفهم وفي نفس الوقت واخدة مهندس مدرب جاهز. فالحقيقة حرب الصيانة دي حرب مهمة جدا، ولو كنت بتشتغل في مبيعات وفاهم ان انت مالكش علاقة بالصيانة تبقى انت مش فاهم الصورة. الصيانة هي العمود الفقري للشركات، خصوصا لما تكون مشتغل في أجهزة غالية، يعني مش واحد هيروح يدفع 500 ألف جنيه ولا مليون جنيه، تمام؟ وهو بيرمي فلوسه في البحر، تمام؟ جيوغرافيكال كفرج، التغطية الجغرافية، تمام؟ زي ما قلت لكم من شوية عندنا تجربة شخصية في فترة من الفترات في 2008 على ما أظن، جالنا مهندس شكله محترم كده وبتاع قال لك أنا إيه؟ أنا من أسوان. طب يا عم أسوان إيه؟ أسوان دي فيها، ما كانش لسه حتى مركز مجدي يعقوب فتح، ده فيها مستشفى مش عارف ايه واللي حواليها كلهم مستشفيات، يعني انت عارف انت عشان تشتغل في شركه زي دي عايز تبيع لك في السنه ب 2 مليون في على الاقل، هتجيبهم ازاي؟ يلا بينا نبتدي. الراجل نزل اشتغل اسوان الاقصر وراح موسع، عامل حمله توسعيه كده للمنطقه الجغرافيه بتاعته، ورايح ايه جايب الغردقه وسفاجه كمان عشان يتفسح، وهوب في اول سنه فوجئنا ان هوب راح جايب التارجت وعمل شغل كويس. ليه؟ لانه ما كانش في حد اصلا بيعمل تغطيه جغرافيه للمكان ده غيره، فكل الشغل اللي طلع هناك وهوب الناس بقى بعد كده، والدكتور مجدي يعقوب ابتدى يفكر في اسوان ومكان حلو وهي بلد جميله جدا انا بحبها جدا، فالناس كلها ابتدت تفكر انها تروح هناك، هوب بقى في بيزنس كويس هناك. كان الراجل ده هو اللي عامل ايه؟ واخد الليدرشيب، واخد الكيك. البرود بورتفوليو، لو انا عندي منتجات كتير قوي بتغطي كل الحاجات دي سترينثس. الناحيه الثانيه في الويكنسز، لو السعر غالي دي ويكنسز، لو مفيش اجهزه بورتابل ويكنسز، يعني انا راجل دكتور قلب وبروح اكشف على الناس في عيونها في بيوتها، تمام؟ ما عنديش، وانت جاي بتبيع لي جهاز ايكو، جهاز حلو جدا بس انا عايز جهاز صغير، عايز جهاز بورتابل اروح بيه البيوت، يبقى انت عندك الويكنسز هنا. ما عنديش مثلا الاجهزه اللي عندك غاليه بس بتبيع الحاجات اللي هي الفول او الستيت اوف ذا ارت، ما عندكش حاجات لو انت ويكنسز. طيب اوبورتيونيتيز في السوق، في انكريزنج ذا ديماند اوف الترا ساوند از ا دايجنوستيك تول. ليه انكريزنج؟ كل التخصصات الطبيه دلوقتي بتستخدم السونار ك دايجنوستيك تول بدل السماعه، دكتور البطنه، دكتور النساء، دكتور القلب، الروماتولوجي، المسالك، كل الدكاتره بيستخدموا السونار از دايجنوستيك تول، وبالتالي دايما السونار ما شاء الله يعني الناس اللي بتشتغل في السونار في جروس سنوي لا يقل عن 10%.
الجروس ده بقى ممكن يتوزع، وخدوها مني برضو على طول، جروس في الصناب لا يقل عن 10%، بس ممكن يتوزع ان هو يروح ناحيه اللو اند اكتر علشان العيادات، ان هو يروح في الحته دي وهكذا، او يروح في منتج جديد في سيجمنت جديده. لو عندي نيو سيجمنت، تمام، نيو سيجمنت زي الريماتولوجي او البوينت اوف كير، دي نيو سيجمنت في الالترا ساوند، تمام، وبالتالي دي اصبحت اوبورتيونيتيز لان انا ما كنتش ببيع في الحته دي، دي فرص بيعيه جديده اهي، تمام. لو عندي في بابليك تندر، بابليك ترند ان هم يعملوا يتعاملوا مع سوري المناقصات الكبيره اللي بتتعمل دلوقتي اللي هي برلين 1 و2 و3 ومش عارف ايه بتاع، المشتريات الحكوميه كلها بتتجمع في مناقصه واحده، وبيقول لك انا ما بتعاملش الا مع البراندات الكبيره علشان اخد اعلى حاجه. وانا كنت هنا حاطط المثال اللي انا حاطه ان هو هاي براند، فديت بقت ايه؟ فرصه بيعيه بالنسبه له. الثريتس برضو خدوها مني دايما، ان دايما اجريسيف كومبيتيشن، في اجريسيف كومبيتيشن، المنافسين مش ساكتين، هم كمان بيحاولوا يتحركوا، وبالتالي دايما بيبقوا شكلوا لك مخاطر ان في نيو كامرز، ان يدخل منافسين جداد، دي ثريتس. ان الكرنسي ديفالويشن، دي ثريتس. وقلنا ان ممكن الثريتس دي تتحول لفرص. طيب دي اخر حاجه النهارده هنقولها، وهي التوث. متفاكرين التول اللي احنا بنستخدمها اسمها ايه؟ حد يقول لي كده اسمها ايه التول اللي احنا من الصبح بنرغي فيها دي؟ اسمها سوات، اس دبليو او تي. التوز دي عكسها، تمام. والتوز دي ممكن تتقرا بشكل تاني، تتقرا انها توس، اتنينات. اتنينات يعني ايه اتنينات؟ الحقيقه السوات هي التحليل الاستراتيجي، تمام، لوضع الحالي، صح، كويس. لكن هي الى حد ما ستاتيك تول، يعني ستاتيك تول، يعني هي 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 تول انا حللت انا وضعي ان حالي ايه، بس مش عارف اطلع منها يعني استراتيجيات، مش عارف اطلع منها حاجه احنا بنسميها الترنتيف استراتيجيز. فالناس عملت تول جديده هي نفس التول اسمها توس، هي الدايناميك تول اوف ذا استراتيجيك اوف ذا سوات. يعني ايه؟ يعني التول اللي بتحول الاسوات نفس التحليل، مش هعمل حاجه جديده، هو نفس الكلام اللي احنا عملناه موجود اهو، تمام، في السلايد اللي قبليه، بس ابتديت احولها بطريقه ديناميكيه. ازاي بقى طريقه ديناميكيه؟ في خلال مناقشتنا قلنا الكلام ده على فكره. قلنا ايه؟ لو انا عندي فرصه ازاي استخدم السترينسز اللي عندي علشان اخد الفرصه دي؟ دي سموها سترينسز اوبورتيونيتيز استراتيجي، اس او، استخدم الاسترنسز من فوق للاوبورتيونيتيز ديت، تمام. طيب لو انا عندي ويكنسز والويكنسز ديت هتضيع عليا الاوبورتيونيتيز دي، تمام، اروح احاول اتغلب على الويكنسز ديت علشان اخد الاوبورتيونيتي دي. ونفس الكلام لو انا عندي مخاطر، طب ازاي استخدم الاسترنسز اللي عندي علشان اواجه بيها المخاطر دي، كويس. وعليكم السلام. في الحاله دي تحولت التول اللي هي تحليل استاتيكي او تحليل ثابت استراتيجي للحل اللي انا فيها لتول شويه دايناميك، لتول اقدر اطلع منها حاجه اسمها الترنتيف استراتيجي. انا الحقيقه مش هطول عليكم اكتر من كده لان احنا النهارده يعني كم كبير، بس يعني حبيت اديكم دي برضو ان دي التطور الطبيعي للحاجه الساعه، التطور الطبيعي للاسوات. وطبعا يعني بشكركم، ولو في يعني اي اسئله اي حاجه الكونتاكتس موجوده، وان شاء الله اتفضل.